ثابكم الله. وهذا يسأل: هل يجوز شراء بضائع الكفار التي تباع في بلاد المسلمين أم يجب مقاطعتها؟ قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع، والأصل في البيع والشراء الحل، الأصل في المعاملات الحل، فما كان جيدا ونافعا من السلع وأنت بحاجة إليه فاشتره، ما لم يصدر منع. إذا صدر منع من ولي الأمر، إذا صدر منع من ولي أمر المسلمين بمقاطعة هذه السلع فلا تعصي ولي الأمر. نعم.